السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة نعيش العلم. معاك دكتور محمد البنا وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات أسئلة وأجوبة. السلسلة بنتكلم فيها عن أهم وأشهر الأسئلة اللي بتتسأل دايما من الطلبة أو الخريجين، سواء ليها علاقة بسوق العمل بره أو ليها علاقة بالكلية. وكالعادة لو أنت عندك أسئلة وعايزنا نجاوب عليها سيبها لنا في الكومنتات تحت وإن شاء الله هنجاوب عليها. سؤال حلقتنا النهاردة هو خاص بالطلبة خريج كلية العلوم، خاصة قسم كيمياء أو دبل كيمياء، وهو طبعا ايه مجالات الشغل المتاحة ليا لما اتخرج من الكلية. وكمان في سؤال تاني مهم، هل الشغل المتاح ده بيبقى متاح لخريج قسم الكيمياء فقط، ولا لو حد دبل كيمياء هيبقى ليه فرصة زي خريج قسم الكيمياء؟ طيب تعالوا نبدأ بالسؤال التاني الاول نجاوب عليه وبعد كده نرجع للسؤال الاولاني. السؤال التاني هو هل الشغل ده متاح للطلبة خريج قسم الكيمياء فقط، ولا لو حد معاه دبل كيمياء، يعني مثلا جيولوجيا كيمياء، فيزياء كيمياء، كيمياء حيوي كيمياء، مايكرو كيمياء وهكذا، ليهم فرص عمل برضه في المجالات دي ولا ما لهمش؟ طيب اولا في بعض الشركات لغايه دلوقتي بتطلب خريج الكيمياء اكتر من خريج الدبل كيمياء، وده طبعا راجع الى ان خريج الكيمياء بيكون متعمق في دراسه الكيمياء اكتر، وحتى العمل بتاعه بيبقى واخد عملي في الكيمياء اكتر، وده بيأهله ان هو يشتغل في بعض الحاجات. بس ما بقتش فرقه كتير دلوقتي، يعني تقريبا بيبقوا الاثنين متقاربين من بعض في المستوى، ما بقاش فيه الفروقات الكبيره اللي كانت موجوده زمان. وطبعا في شركات كتير جدا جدا ما بيفرقش معاها سواء خريج كيمياء او كيمياء حيوي كيمياء او مايكرو كيمياء او حتى فيزياء كيمياء جيولوجيا كيمياء وهكذا. تقريبا بقى الموضوع دلوقتي ما بتبصلوش بنفس النظره بتاعه زمان. دلوقتي تقريبا بقى في سواسيه شويه، او نقدر نقول بنسبه 60% كيمياء 40% دبل كيمياء بالنسبه للوظائف المتاحه يعني. طيب ايه بقى هي الوظائف المتاحه دي اللي انا اقدر اشتغل فيها سواء من وانا طالب او حتى لما اتخرج، وليها علاقه بالتخصص بتاعي اللي هو تخصص الكيمياء او الدبل كيمياء زي ما قلنا. بص احنا هنقسمها لعده مجالات. اول حاجه طبعا هو مجال التعليم او التدريس عامه، سواء انت تشتغل مدرس في مدرسه او تشتغل مدرس في الدروس الخصوصيه مثلا زي ما ناس كتير بدات تعمل الموضوع ده، او ان انت تشتغل في جامعه خاصه او تتعين في الكليه مثلا سواء كنت معيد او هكذا. فده اول مجال طبعا مجال التدريس، ومجال التدريس ده مهم جدا وحلو جدا، وعلى قد ما تديله على قد ما هيديلك فلوس وهيديلك شهره وهيديلك كل حاجه انت عايزها، على قد ما تشتغل فيه وتشتغل باخلاص على قد ما هتاخد. وان شاء الله في فيديو خاص هنتكلم فيه عن مجال التدريس ده بالتفصيل. تاني مجال طبعا هو مجال التحليل، وزي ما احنا كلنا عارفين وظيفه التحليل دي من الوظائف الاساسيه لخريج العلوم، وخاصه قسم الكيمياء او الميكروبيولوجي مثلا او الكيمياء الحيوي، بيبقى ليهم طلب كتير في سوق التحاليل طبعا. ومجال التحليل طبعا بينقسم لكذا حاجه، هل انت عايز تشتغل في معمل وخلاص، وهل انت عايز تجمع بين اكتر من معمل، ولا انت عايز تاخد دبلوم التحليل وتبدا بقى تفتح معمل لحسابك وهكذا. برضو مجال التحليل ده هنديله فيديو لوحده كده هنتكلم فيه عن اشهر الحاجات اللي موجوده في المجال، وهيكون معانا ناس من مجال التحليل بحيث تدينا معلومات اكتر مفيده في المجال ده. تالت مجال طبعا وهو مجال الادويه، احنا هنتكلم في مجال الادويه في النقطه دي عن الميديكال ريب او شغله مندوب مبيعات الادويه، مش هنتكلم على الشغل جوه الشركه، ده هنتكلم عنه في النقطه الرابعه اللي جايه ان شاء الله. مجال ميديكال طبعا من اشهر المجالات اللي موجوده لخريج كليه العلوم وحتى للطلبه، في طلبه كتير بتشتغل في الميديكال دي من وهي طلبه، وبتشتغل سواء في الدراسه او في الاجازه. طبعا زي ما هو معروف مجال ميديكال في ناس كتير بتبص له ان هو خطوه اوليه لازم ابدا بيها، لانها تديك سالري كويس تقدر تتعامل بيه وتتعايش بيه لغايه لما تبدا تشوف انت هتتخصص في اي مجال. ده غير طبعا ان في ناس بتحط دماغها في مجال الميديكال ده وتوصل فيه لمستويات عاليه جدا، وبرده زي ما اتفقنا هنتكلم في فيديو منفصل عن مجال الميديكال بالتفصيل ونعرف اهم الحاجات اللي موجوده فيه. رابع مجال بقى وده من اهم 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 المجالات واكثرها شهره طبعا، وهو مجال الكواليتي او الجوده. مجال الجوده ده عباره عن ايه؟ جت من فتره تقريبا من حوالي اكتر من 15 20 سنه بدا يتطبق نظام الجوده على كل الشركات والمصانع اللي موجوده في مصر، وان الشركه او المصنع دي عشان يبقى متاح ليها انها تشتغل سواء في السوق المحلي او السوق العالمي تبدا تصدر او تستورد حاجات لازم تكون مطابقه لمعايير الجوده، وتبقى في معايير كتير وفي منظمات كتير بتتكلم عن موضوع الجوده ده. فاصبح متطلب من متطلبات كل شركه او مصنع ان هي يكون عندها سيستم جوده كامل، وسيستم الجوده ده بيشمل طبعا ركن اساسي فيه وهو كيمياء الجوده او المسؤول عن عمليه الجوده، وفي اقسام منه كتير طبعا سواء كواليتي كنترول او كواليتي اشورنس. وموضوع الجوده ده داخل في مجالات كتير لا حصر لها، انت ممكن تكون مش متخيل اصلا ان انت ليك وظايف في المجالات دي، زي طبعا مجالات الادويه والاغذيه والاسمنت والبويات. اي مصنع او شركه في مصر ممكن تتخيله غالبا هتلاقي عنده نظام جوده ده. انا عايز اقول لك حتى مصانع الحلويات دلوقتي بقى عندها قسم جوده ده، لان قسم الجوده بقى زي ما قلنا ركن اساسي من اركان اي مصنع او شركه بتتكون. وطبعا بما انك ذكرت كلمه جوده لازم يكون في كيمياء جوده،
وبرضه هيبقى فيه فيديو خاص لوحده بنتكلم عن موضوع الجودة ده، وهيبقى أكتر من فيديو كمان لأن الموضوع ده كبير ومهم. خامس مجال مهم من مجالات شغلك وهو مجال السيفتي. السيفتي طبعا بيبقى موجود في الأماكن اللي فيها خطورة شوية أو بيبقى فيها بريكوشنز، احتياطات أمنية كتير، زي مثلا مجال البترول بيبقى فيه كيميائي للسيفتي، ده خاص بأن هو يحافظ على الأمن وسلامة المكان والمنظمة والناس اللي شغالة فيه أكتر. برضو بقى في مجالات كتير دلوقتي بقى السيفتي جزء أساسي فيها، وفي كورسات ودورات كتير بتاخدها عشان خاطر تبدأ تطور من نفسك في المجال ده وتبدأ تعمق فيه وتوصل لمستويات عالية. وبرضو مجال السيفتي هنتكلم فيه لوحده بالتفصيل، وإن شاء الله يكون معانا ناس في مجال السيفتي تكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل أكتر. سادس مجال معانا وهو مجال البحث العلمي. البحث العلمي ده بينقسم لأكتر من حاجة، سواء أنت هتشتغل في الكلية هتتعين معيد مثلا، أو هتتعين في مركز بحثي مثلا فهتبدأ من خلاله تعمل الدراسات بتاعتك اللي هو الماجستير والدكتوراه، وبرضه الموضوع ده هنتكلم عنه بالتفصيل في فيديوهات كتير. مجال البحث العلمي بيبقى فرصتك ان انت تسافر منه بره، دي فرصة كبيرة جدا، وطبعا ناس كتير بتفكر ان هي دايما هدفها انها تتخرج وتسافر، فمجال البحث العلمي طبعا هيفيدك في الموضوع ده جدا. وسواء انت اشتغلت في شركة ممكن اصلا يكون ان انت تترقى في الوظيفة بتاعتك متطلب ليها ان انت تكون بتعمل ماجستير او دكتوراه، فان شاء الله برضه هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل في فيديو منفصل زي ما اتفقنا. ده كده سادس مجال معانا. سابع مجال من المجالات المهمه برضو اللي متاح ليك كخريج كيمياء وهو مجال المنظفات، ان انت تبدا تصنع منظفات وتبدا تسوقها. ومجال تصنيع المنظفات ده من المجالات المهمه والمنتشره، وطبعا دلوقتي ما بقاش في بيت يخلو من المنظفات عكس زمان مثلا من 15 20 سنه كنت قليل لما تلاقي حد بيجيب منظفات دي او مثلا صابون هو نوع واحد وهكذا. دلوقتي لا، بقى مجال واسع ومجال كبير وكل يوم فيه جديد حاجات كتير جدا ونسبة الاستهلاك فيه بقت عالية جدا، فان انت تتجه لمجال المنظفات ده حاجة مهمة جدا، ومش اي حد بيقدر يشتغل في المجال ده او ناس قليلة اللي بتاخد بالها من الفرصة في المجال ده. تاني مجال هنتكلم عنه وهو العمل الحر. بمعنى ايه العمل الحر؟ ان انت يبقى عندك فكرة تبدأ تطورها وتعمل من خلالها تصنع منتج معين وتبدأ تنافس بيه في السوق. في ناس قليلة قوي 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 اللي بتفكر في السكة دي، مع انها سكة كويسة جدا وحلوة جدا، ومجرد انك تفكر فيها ده في حد ذاته كفايه ان هو ينقلك في حته تانيه، وان انت لو ربنا كرمك وبدات تعمل فعلا منتج بمواصفات كويسه تقدر تنافس بيه في السوق بسهوله جدا. الموضوع بس محتاج ان انت تنظم افكارك وتفكر باسلوب صح عشان خاطر تقدر تعمل حاجه كويسه زي ما قلنا تبقى مطابقه لمواصفات كتير وفي نفس الوقت تقدر تنافس بيها في السوق بسعر كويس. وان شاء الله برضه هنتكلم في فيديوهات منفصله عن موضوع التصنيع ده وان انت ازاي تبدا تفكر خارج الصندوق زي ما بيقولوا، وايه الحاجات اللي ممكن افكر فيها او ايه اشهر المجالات اللي موجوده دلوقتي ممكن ابدا اتحرك فيها لو انا عايز اعمل بيزنس او مشروع خاص لي. طب بكده نكون اتكلمنا عن 8 مجالات رئيسيه من ضمن مجالات الشغل المتاحه لخريج قسم الكيمياء، سواء كيمياء اساسي او دبل كيمياء زي ما اتفقنا. وطبعا في مجالات كتير جدا لا حصر لها، ممكن اكون انا نسيتها، مجالات ممكن ما تبقاش واخده حجم سوق كبير بس المجال ده متاح فيه فرص شغل والفرص دي مهمه وكويسه. طبعا لو في اي مجال غير المجالات اللي انا قلت عليها دي نسيت اذكرها ممكن تكتبها لي في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في الفيديوهات الجايه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.